اللي ما عنده بيت في الدنيا ويقول كلش غالي والعمار غالي والأراضي غالية، ترى بيوت الجنة سهل الحصول عليها، والله والله سهلة، والله سهلة. أعطيكم شيء واحد تستكفون، إذا حفظتوه طبقوه، لا مو بتطبقه وبس، علم عيالك في البيت الليلة، وحريمك وإخوانك وزملائك في العمل بلغهم إياه. أعطيكم في دقيقتين تبني بيت في الجنة، لا والله أقل بعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. أنا أستأذن الشيخ أن نوقف دقيقة وكل واحد يقرأ قل هو الله أحد. اتق الله في أمك، ومهما آذتك فإنها تحبك، فأنت فلذة كبدها. أمرك ربك أن تنظر إلى هذا القلب الرقيق الرفيق الذي يصرخ في وجهك، ولربما يسبك وهو يتقطع في داخله ألما، ومع ذلك لو رأته مقبلا على الموت لهرولت إليه تفتيه بنفسها. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيت، لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد، رحيم بكل الورى والعبيد. أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد، فقد قلت في الآي لا تقنطوا وإن تعفو عني فذا يوم عيد.